عطوا اوورد باختراعه لهذا الموقع من شده قديش فادوا واستفادوا من وراه للسي اي اي ماديا ويعني على معلومات. مستوى الاستخبارات اكبر موقع فيك تجمع منه معلومات ولا ننسى ايضا العامل المادي هناك صحيح. مليارات الدولارات هو بينعاد مارك من اغنى اغنياء الشباب نعم بلس السي اي اي قالت هي هذه ذكرته براس تي في انه نحن لاجل الفيسبوك اخترعنا الانترنت لاجل الفيسبوك يعني من شده انه هالمعلومات اللي هي بقدر اعمل تراكنج على شخص يعني من زمان كانوا يلاحقوا الشخص بتذكره الطياره يلاحقوا الشخص بتذكره القطار او معلومات معينه اليوم انا مجرد ما بفتح الفيسبوك على تليفوني نير باي انا لانه على الانترنت مباشره اكيد بعرف لديك موقع لديك حساب على الفيسبوك اكيد عندي فيسبوك نعم. عندي حساب على الفيسبوك الا تخاف يعني انت لديك كل هذه المعلومات ما المطلوب كاجراءات حمايه علما انه الصفحه المخصصه لاجراءات الحمايه الكل يدخل عليها ويعبئ المعلومات والبيانات صحيح. المطلوبه هذا كله هن بيحطوا احتيال كذب او ماذا لا هن بيحطوا لمجرد ما الواحد يعمل تسجيل بيقول لك انك انت اجري موافقه على القانون اللي هن حاطينهم بيذكروا لك بقلبه انه نحن اليوم نحن فينا نلغي لك الاكونت نحن فينا نراقبك نحن فينا نطلع على كل معلوماتك يعني بينذكر هذا الشيء ما لا احد يقرا ربما الاجريمنت ما حدا بيقرا بيعملوا واجري ودغري هيدي لو كانت طيب. بنقرا كانت افضل طيب ما العمل للاحتياط يعني لاخذ الخيط والحذر او اجراء اي حمايه ممكنه لنا كلنا يعني كافراد هلا اذا بدك تسجلي حالك كفيك يوزر نيم بده ينعرف حتى الفيسبوك يعني بيعرفوا بيقدروا يلغوا لك الاكونت تاعولك يعني الواحد انه الحمايه لإله انه يستخدم حتى لو لم اعطي اي معلومه صحيحه عني يعني حتى لو لا الاسم ولا حتى العنوان حتى ولا حتى ممكن يعرفوا انه هذا فيك اكونت وبينعمل له ديسيبل من عندهم كيف مربي بيعطوكي فتره هن بيصيروا بيعملوا اودت عليها يعني بيراقبوا على الاكونت كما شرحت قبل بيعملوا اودت عليها اليوم اذا عرفوا هذا الاكونت انه مش صحيح مباشره هن من عندهم بيعملوا ديسيبل له طيب بهذه الحال يعني الكثير من الشباب والشابات يعني سيحزنون لسماع هذا او سيتابعون حياتهم كما هي صحيح هلا هو الفيسبوك يعني واحد في اشياء بوزيتيف في قلبه واشياء قلبه نيجاتيف اليوم فاد من ميلي في ميل ثاني قد يتدخل بخصوصيات الشخص كثير يعني اليوم ممكن بده يعرفوا شخص يتابعوه من ورا السي اي اي يجيبوا كل شيء فيه انفورميشن عنه هذا الشخص مين اصحابه مين الناس اللي بيعرفهم مين الناس اللي بيحكي هويهم حتى التكست المسج اللي بتنبعت تتراقب يعني اذا واحد عم يبعث لشخص معين اي مسج عم يبعث له اياه على الفيسبوك هذه كلها يتعب بينعمل عليها اودت من اليو اس انتليجنس طيب هل هذا ينطبق على مواقع اخرى شبيهه ربما بالفيسبوك عندك الفيسبوك عندك الجوجل عندك الياهو هذول اشهر مواقع اللي ذكرها جوليان بمقابل اسانج بمقابلته مع راشن توداي ب 11 مايو 2011 ذكر هو فيها انه هدول الثلاث مواقع اكثر مواقع عم بيستخدموا للتجسس لوكالة الاستخبارات الامريكيه جوجل مثلا جوجل العادي جوجل العادي اليوم الجوجل مثلا الجوجل ايرث مثلا اليوم في يعرفوا مدينتنا نحن كيف مركبه هذه كلياتها ضمن الاستخبارات الامريكيه وحتى هناك بالجوجل ترانسليتر او المترجم صحيح هذا كله بيتاخد ريكوردز لكل الترانسليشن اللي بتنعمل كله بيتاخد ريكورد لها على داتا بيس معينه وبيعرفوا هذا الشخص شو اللي عم بترجمه شو اللي عم بيسوي يعني اليوم بالنسبه لموضوع التكنولوجي اشياء كثير يعني مش بس فيسبوك جوجل ياهو اليوم عندك الايفونز عم تنزل عليه ابلكيشن عليها عم ينزل بياخذوا الداتا تاعيت كل شيء في فون بوك تاعولي عم بيقدروا يسحبوا هيدي الناس ما عم بيعرفوها الفون بوك من اشخاص ناس انا بعرفهم عم تنسحب مثلا مثل ترو كولر مثل هوز كولينج عم بيتاخذوا هدول وعم بتصير في شير بين الناس بس ما عم بيعرفوا هدول الناس انه انا اليوم اذا عم ببعث مسج فويس عم تتسجل اذا عم ببعث شيت شاتنج عم بتسجل لانه تخدمهم بحياتهم العاديه صح صح يعني اليوم كل شيء من التكنولوجيا عم بتفيد من ميلي من ميلي ثاني انا عم بكون مراقب للاشخاص اللي صنعوا هذا الشيء انا طيب هل يمكن يعني اذا ما اردنا توجيه إجراء حماية معين أو ربما نصيحة فليعتبرها البعض نصيحة ما الذي يمكن قوله لمن هو مدمن خاصة يعني هناك مدمنين بالفعل على الفيسبوك هلا هو كنصيحة بده يجرب مثل ما أنت ذكرتي من شوي إنه يجرب قد ما في ما يذكر أشياء شخصية عنه أو ما يذكر أي شيء بيتعلق بشيء بيرسونال يعني ما ضروري يكون شيء
تعاطيه اذا كان من ناحيه بالنسبه للثورات اللي صارت، يمكن تعاطيه الشخصي يعني ما يذكر شيء عن نفسه يكون سبب له خطر لبعدين. حتى اذا اردنا ان نتكلم لناحيه الثورات، هناك من قال انه اصلا لولا الفيسبوك لما قامت الثورات، وهناك من قال انه الفيسبوك يعني كان اساسي جدا في صناعه كل هذه الثورات. فاد الثورات العربيه وفاد الحكومات، يعني الحكومات قدروا يعملوا كنترول على انه يقدروا يعرفوا مين الاشخاص اللي طلعوا بهالثورات هاي، والثورات اليوم عم بيقدروا يخبروا كل هالناس اللي بدهم يتجمعوا بمظاهرات او يتجمعوا لعمل معين، فمورا الفيسبوك كان عم بيكون. شكرا جزيلا لك سيد سامر صقر رئيس مجلس إدارة ICTS. نتمنى أن نكون قد نبهنا إلى بعض مخاطر الفيسبوك، ولو أنه ربما الكثير يعلمون هذه المخاطر، ولكن كما قلت الإدمان أو تمضية الوقت أو الحديث مع الأصحاب هو الذي يدفعهم بالدرجة الأولى لاستخدامه. شكرا جزيلا لك بكل الأحوال. إذا مشاهدينا كانت هذه الفقرة الأخيرة في ملفاتنا الأربعة لهذا الأسبوع من برنامج العد العكسي. ملفات أخرى سيحفل بها الأسبوع المقبل، ندعوكم إلى مشاركتنا بها من خلال طرح أفكاركم وآرائكم عبر موقع الفيسبوك الخاص بالبرنامج. حتى نحن بنقول عبر الفيسبوك لا نستطيع التخلي عنه. شكرا لكم وإلى اللقاء.